وفقكم الله. في آخر أسئلتها تقول: هناك شاب يريد الزواج مني منذ 3 أو 4 سنوات، لكنه لم يخطبني إلا متأخرا منذ نحو 6 أشهر، وقد خطبني قبل ذلك ابن عمي، وهو أكثر منه استقامة، لكنه مريض بالكلى حيث انتزعت منه كلية واحدة وهو دائم المرض. فرفض أبي خوفا أن لا يكون قادرا على الزواج والإنجاب، فهل أقبل بهذا الرأي؟ وأيهما أحق وأفضل الزواج بالنسبة لي؟ وإذا خطبني رجل آخر أقبل به أم أنتظر ذلك الشاب الذي يريد الزواج مني؟ وجهوني فأنتم محل ثقتي، جزاكم الله خيرا. ننصحكِ بالمبادرة بالزواج. إذا تقدم لك كفء صالح فإن الذي ينبغي لك ويتأكد أو يجب عليك المبادرة بالزواج، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وما ذكرتيه من هذا الرجل الذي فيه مرض الكلى وأنه مزروع له كلية، فإن كان المرض يمنعه من القيام بواجب الزوجية فلا شك أن هذا عيب فيه، وأما إذا كان ذلك لا يمنعه من القيام بحق الزوجية وهو ذو دين وأمانة، عليك بالمبادرة في التزوج منه. نعم.